بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم جدا وجايين النهاردة نرد لكم على كل سؤال عن المطبخ. يا شفنا الست رئيسة جمهورية البيت، ده ضمان لمدة سنة. ضمان لمدة سنة بتفوت الكلام اللي على مزاجك. طبعا طبعا طبعا. إيه؟ لا ترد. لا، الست رئيسة جمهورية بيتها. ايوه كده. اللي عايز اقول لكم بس ان من احد الحاجات، الفرن ده لما حطوه جوه الخشب كنت متاكد تمام انه هيبدا يبوظ الخشب هنا، لان كنت مره رحت عند ناس زمان وابتدى يقول لي خد بالك ما يسخنش عشان الخشب، ولكن قسما بالله الموضوع ده بقاله تقريبا فوق عن سنه ونص، الله اعلم، انا ما اعرفش. شوفوا من ايام بقى ما نزلت الدنيا هي زي ما هي. الخشب اهوت، الرخام، الحنان بقى، الفنيات دي هي هتوريها لكم واحده واحده، ولكن انا يهمني الحته دي. شوفوا انا انسان يعني طيب قوي، هي الحته دي والميكروويف، سخونيه البوتاجاز على الضلفه، ادي هنا البوتاجاز وادي الضلفه اهي. شايفين عامله ازاي؟ خلاص ما نضفناش ولا عملنا اي حاجه، الفلوسات الكلام ده كله. فدي اللي انا عايز اقولها لكم، هسيب لكم حنان بقى عشان مش عايز الفيديو يكون طويل. تقول لكم وكل شكر وتقدير استاذ محمد الاعضاء رئيس مجلس الاداره، استاذ اسلام، استاذ محمد، كل المجموعه اللي اخلاقها عاليه جدا جدا اللي جت خدمتني وكفايه كرام اخلاقها. يلا احنا نكمل. هكمل وانا ماسكه الكاميرا ولا انت اللي هتمسك؟ طيب الاول اسمعني، انت تتصور وانا لا. يعني انا لا ليه؟ مش عارفه. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اتصور بقى، ماليش دعوه، عايز اتصور. وتحت الجلسه. طيب هو الفكره بس، لو برحب بيكم جدا، والفكره بس الشوافه عايزة. بس الشوافه، الشوافه انت مش شايفني، كل ده مش شايفني، ما انتش بشوف. انا عايزه اقول لكم على نقطتين مهمين. اكيد انتم من معاملاتكم معانا عارفين ان احنا اهل ثقه، ولما هنقول لكم حاجه انتم كجمهور تهمونا اكتر من اي حاجه. انا اهل ثقه. لا. طيب احنا السنه اللي فاتت او من سنه حوالي وكام شهر خدنا، انا يا بابا تصورني انا وانا هصور المطبخ. من سنه وكام شهر عملنا مطبخ مع مطابخ الريان. يعني كان وقتها ظروفنا مش سامحه ان احنا نعمل المطبخ بالكامل، وبرضه قلنا نعمل الجزء ده كده وريهم الجزء ده محمود اللي اتعمل من سنه ونص. شيف محمود يا بنتي. الشيف محمود. عايزه اقول لكم والله العظيم انا قعدت سنه ما نظفتش فيه حاجه خالص، ولما اتفقنا مع الريان انه يجي يعمل الجزء الثاني قلت لا اطلع بسرعه بقى عشان يجي يلاقوا الدنيا مش نظيفه، اطلع لمعه بفوطه وملمع زجاج، فوطه وملمع احذيه يعني، وكمان واي منظم على الخشب، وتلمعي قشطه قشطه حقيقي يعني، ده ضد البصمات. ولو لمعتي اكتر هيقلب بزبده يعني. ضد بصمات الصوابع زي ما انتم شايفين كده، ضد البصمه. يعني اي حرامي ما نقدرش نمسك هو عمل ايه او سرق ايه يعني. كملي يا حنان، معلش اللي هي بتحكم. شايفين اهي ما بترديش يعني. فوطه بس وملمع زجاج. ما بتضحكيش ليه؟ طيب بذمتك جوزك دمه تقيل جدا. الله يسامحك. خلاص؟ الله يسامحك. طيب النقط المهمة جدا اللي بتحبها كل ست بيت في المطبخ، نوع الخشب ايه؟ طب الاكسسوار زي ما انتم شايفين المقابض، افخم حاجة بيستخدمها الريان. خلاص المقابض على لونها ما غيرتش، الاكسسوار بتاعنا على لونه ما غيرش. يا جماعة انا اللي جايب دي. والله العظيم. الخشب الريان عامل دمج ما بين الريان، عامل نوعين من الخشب، خد انت بقى صوري ال HBL والجلوس ماكس، والنوعين دول انت ما تقوليش انا مش عارفه ايه دول. خد. اسالي في اي شركه مطابخ ايه احسن انواع للخشب. خلاص. طيب اولا زي ما قلنا ضد بصمه الاصابع، سهل التنظيف بفوطه جافه يا اما تينر او ملمع زجاج. اهم نقطه عند الريان، الشفيه والدواخل كلهم من جود وود، وجود وود دي اعلى فئه في الخشب، اعلى فئه في الخشب جود وود اللي هو اعلى انواع الكونتر. وطبعا انتوا عارفين ارواح الكونتر دي غني عن التعريف. يا شفنا خليك معايا ولو سمحت صورني الجزء الجديد ده اهو. طيب انا عايزه اقول لك على حاجات مهمه جدا. المفصلات اول حاجه بتبوظ في الدرج، عندنا مفصلات الريان لو سمحت يا شفنا. والشباك، شباك ثواني، انا بفتح لك اللي بقاله سنه مش الجديد. شايفه المفصلات بقالها سنه عامله ازاي؟
قرب لو سمحت شوفها كده. مفصلات مطبخ يا جماعة يعني الصدق، شايفة المفصلة عاملة ازاي؟ اهي كل المفصلات عندنا، مش ده بس اهو، كل المفصلات عندنا حاجة كده في منتهى الجمال بصراحة. طيب احسن انواع مفصلات يا جماعة، في ضمان سنتين على الاكسسوار والمفصلات بتاعتهم. امال انا قلت سنة ليه؟ لا سنتين ضمان. والله يا جماعة ما بفهم في الكلام. شايفة الجرار بتاع الدرج؟ شايفة ادي الجرار بتاع الدرج، ده عربية مرسيدس في شفط اهو. الجرار الدولاب الجرار بتاعهم اللي هو ده الوحده اللي ستلس بقى لها سنه ما اتنضفتش اهي، زي الفل زي ما انت شايفه اهو. خلاص مع اني شايفك منظفه قبل ما نصور. المفصلات والمجاري بتاع الدراج سوفت كلوز. سوفت كلوز دي اللي هي ارقى ده انت سوفت ولا ارقى حاجه عندهم. يا انا راجل الضمان على المطبخ كله 10 سنين وبالضمان اهو اهو، لك كله مش مصدقين. وانا قلت سنه سنة ايه يا عم بس؟ الضمان الالوان والحشو الداخلي والخارجي 10 سنوات، 10 سنوات. المفصلات ومجاري وادراج 24 شهر يعني سنتين. خلاص هو ضد الكسر ضد الخدش، بس ده مش معناه ان انا اجيب شاكوش وادقه واقول ضد الكسر يا جدعان. ضد الكسر يعني ايه؟ يعني لو كوباية وقعت من ايدك على حاجة ما تتخدشش ما تتكسرش كده، يعني الاستعمال المحترم يعني. واحسن حد يستعمل المطابخ محترم السيدات وليس الرجال. طيب احنا قلنا الصيانة بتاعتهم، عندهم فريق صيانة بيجي في 72 ساعة يكون عمل لك كل اللي انت عايزاه. اقسم بالله العظيم انا شاهدة على النقطة دي، لان هم ما يعرفوش ان انا واحدة من العملاء اتصلت بي وقالت لي عندي مشكلة، قلت لها اتصلي بيهم على طول وتابعت معاها، قالت لي جم وغيروا لي كل الحتت اللي مضايقاني، واتضح ان هي صنايعي بوظ لها الحاجه من شركه ثانيه بتاع سباكه او حاجه زي كده، وهم تحملوا وغيروا لها اللي هي عايزاه. يعني فريق صيانه بجد فريق محترم. خدت كام عشان تقولي الكلام ده؟ اقسم بالله ربنا شاهد على اللي انا بقوله. ما كانش علبة شوكولاته اصلا. الريان ما يعرفش ان انا ليا علاقه بالناس دول، انا ملياش علاقه بيهم. بس كانت علبة شوكولاته دي علاقه المعامله ففريق الصيانه. طيب انت معايا محمود لو سمحت، معايا انا ثواني انا. طيب انت عايزه تعرفي الشركه دي كويسه ولا لا؟ سيبك بقى من الشيخ محمود وسيبك من حنون وسيبك من اي حاجه، ادخلي على الريفيوهات بتاعه الشركه، هحط لك صفحه الريان فيسبوك على في التعليقات وفي صندوق الوصف، وادخلي واقري وشوفي بعينيكي الناس بيقولوا لهم ايه. اللي انا بقى استغربت له جدا الريان في اسكندريه ماشي جبنها جدا منهور جه القاهره، لكن اهل الصعيد بيشكروا فيهم شكر غريب جدا. معاملات الريان رايحه لحد اهل الصعيد، صيانه وتركيب وكل حاجه. يعني بجد الشركه دي شركه محترمه، واهم حاجه ان التصنيع في ايديهم، في المصانع بتاعتهم بايديهم تصنيع. الوحدات المطبخ بتجيلك كل وحده مغلفه منعا للجرح ومنعا للخدش، وصيانتها طول ما هي جايه في العربيه فبتيجي كل وحده مغلفه لوحدها. لو عايزه تعملي مطبخ الريان اتكلي على الله، عايزه تعملي مطبخ اتكلي على الله واتصلي بالريان. وهسيب لك التليفون في نقطه مهمه جدا بقى عايزه اقولها لك من اختك حنون. انا لما جيت اكمل النص الثاني كنت محتاره جدا. النص الثاني اللي هو انا يا جماعه خدوا بالكم، لا نص المطبخ الثاني، النص المطبخ. كنت محتاره جدا ومش عارفه هصممه ازاي. طب هقول لهم يعملوا ايه؟ احلى حاجه في الريان بجد والله بيجي يرفع المقاسات ويبعت لك على الشكل اللي انت عايزاه. لا غير لي ده، لا اعمل لي ده. عندهم مهندسين ديكور على اعلى مستوى مصممين ما تبعت لهم التحيه؟ طيب ما دام وافق استاذ محمد ريان حالا. قبل ما اخلص بس هبعت لهم التحيه. فكره مهندس الديكور اللي بيريحك، لا عايزه دي لا عايزه دي. انا طلبت اغير الشباك، غير لي الشباك عشان الفكره تكمل. اللي ما طلبتوش وعمله لي تجهيز المنطقه دي انت شايفاها، شايفه غير لي المنظر، غطى لي السيراميك الاخضر كله، خلى المنظر هنا كانه يعني بجد افكارهم حلوه وعندهم افكار للمساحات الصغيره والمساحات الكبيره. هو اللي صمم الدولاب ده. احلى حاجه بقى عايزه اقول لك تطلبيها من الريان، واوعى تخافي منها ابدا حبيبتي، دي ونستي طول النهار في المطبخ.
اخلص مواعيني وانزلها ارص حاجتي كلها واقول لها باي باي. على فكره انا من ساعه ما شفتها في المعرض في مدينه نصر ولا شطانه فيها. يعني دي يا جماعه دي وانا نسيتها، يعني انا مراتي ما عدتش بتقعد معايا، بلعب فيها كل النهار، عمال اشد فيها واطلعها ولا بتقعد على الفيس ولا على النت، بتعمل الاكل وبتقعد جنبي. دي اخش فين حنان يا اولاد؟ يقولوا لي قاعده جنب المطبقيه يا بابا. مزار عايزين نقول لمهندس التصميم المهندس محمد يسري كتر الف خيرك وتسلم ايدك، وفنيين التركيبيات اسلام ابو انس والله العظيم انت شرفتنا، وناس شغلها نظيف ومحترم جدا، والاستاذ رمضان سلامه وحماده كلكم ناس محترمه جدا كلكم ذوق. فاضل اخر حته اقول لكم عليها، انا كل الحكايه طبعا كان عندي هنا اكيد في المطبخ القديم وانتوا عارفين كتف مبني كده على اساس يتقفل عليه المطبخ، انا مكنتش متصوره ان هم فكروا ازاي يستغلوا المساحه دي، هم سايبين لي دي عشان الشيف هيجيب لي غساله اطباق باذن الله، سايبه لها صرف اهو. هتجيب لي غساله اطباق ولا لا؟ ان شاء الله هتجيب غساله اطباق. مغسله لا غساله مش مغسله خلاص. طبعا الحلول العمليه جدا للباسكت بتاع البصل والثوم والقصه دي حاجه اخر شياكه حاجه. بصي الجرارات بالرغم من انها شايله كميه بطاطس كبيره ولكن شايفه بتوريكم يعني ان عندها بطاطس وبصل، واخدين بالكم؟ عندي بطاطس وعندي بصل، واخدين بالكم؟ الموضوع مش موضوع جرارات وبتاع ايه اللي الضحكه الصفرا دي. طيب مطابخ الريان لو عايزه تستغلي اي مساحه في المطبخ، لو مش عارفه عندك مشكله في المطبخ وعايزه تحليها اتصلي عليهم وقول لهم انا عايزه اجدد مطبخي، وان شاء الله هيطولوا رقبتنا معاكم لان هم ناس محترمين جدا، كل الناس شجرت في معاملتهم، والخامات بتاعتهم حلوه عن تجربه. الكلام ده بقالي سنه وحوالي 6 شهور او 4 شهور انا مش فاكره التاريخ بالظبط، عامله المطبخ الاولاني والدنيا الحمد لله زي الفل زي الفل. يلا تنسوش يا جماعه، انا استكفيت بهذا القدر بس. تنسوش يا جماعه تطلبوا ديت، دي مش من ديت نجيبها من العتبه، اطلبوها من الشيف محمود يجيبها لكم، ودي اهم عندي في المطبخ. في تخفيض للناس اللي تابعنا، اهم نقطه التخفيض المهم، المتر في المطبخ ب 2500 عشان تبقوا عارفين، المتر في المطبخ ب 2500 شامل بقى كل حاجه، مفيش بعديها كلام يعني مش هيرجع يقول لك لا الخصم بقى كام عشان في خصم مخصوص عشان مشاهدين الشيف حنونه والشيف محمود يلا القرف ده الوحش خصم مخصوص بعد ما تتفقي على المطبخ، اسالي الخصم بتاع الشيف محمود وحنونه كام وان شاء الله هتنبسطي جدا معاه. لو جبتوا سيره حنان يا جماعه صدقوني انا عارف استاذ محمد الريان بيعمل ايه، قولوا بس احنا من طرف الشيف محمود والراجل الطيب ده ربنا يكرمكم اخر كرم. وبعد ما تاخدوا خصم الشيف محمود خدوا خصم حنونه. استاذ محمد بالله هتتفرج على الفيلم ده، قال عايزين نفصل خشبه كده زي ديت لناس ترابيزك الامر كله وبجدد عشان انا اللي هقعد في ده بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.